حياكم الله أحبتي المشاهدين. مع زيادة التطور التكنولوجي وزيادة أعداد المتابعين لمواقع التواصل الاجتماعي وأيضا زيادة مساحة حرية التعبير عن الرأي عبر هذه المنصات وهذه المواقع، بات صناعة المحتوى أمر مهم جدا. بغض النظر عن هذا المحتوى، ممكن يكون محتوى هو هادف أو محتوى غير هادف. بحلقتنا لهذا اليوم من برنامج ليش لا سنناقش هذا الموضوع المهم جدا، وأيضا نتعرف على مدى تأثر المجتمع بصناع المحتوى وكيفية الحد من المحتوى السيء اللي ممكن يأثر على المجتمع بصورة سلبية. تفاصيل كثيرة أكيد سنتعرف عليها بحلقتنا لهذا اليوم، لكن قبل الخوض بهذه التفاصيل تعالوا معنا لمشاهدة هذا التقرير وراجعين. إذا عرفت من أين تأتي بالمحتوى سيكون من السهل عليك ما بعد ذلك، وبالتالي صناعة المحتوى تعتمد في جزء كبير منه على القدرة على البحث والوصول للمصادر، سواء كانت مصادر حقيقية أو مزيفة. ومن المهم أن يكون المحتوى متنوع ومتعدد حتى لا يضجر المتابع ويصيبه الملل. هذا يجعل صناع المحتوى يبدعون في صناعة أشكال جديدة من المحتوى ويوقعهم في تنازلات كثيرة من أجل المال والشهرة. لهذا فرضت سطوة الإنترنت والإعلام الرقمي الجديد أنماطاً مغايرة من الاهتمام، اتجه معظمها نحو منصات التواصل الاجتماعي التي أفرزت اليوم فئة مختلفة من الموضوعات والاهتمامات، وحتى الشخصيات التي تتصدر المشهد الافتراضي والذين يسمون أنفسهم مؤثرين أو مشاهير. وبحسب المختصين تقع علينا في وقتنا الحالي مسؤولية كبيرة لإعداد جيل هادف، وكذلك تكون على عاتق الجميع أيضا تحديد من هم أصحاب المحتوى الذي يستحق المتابعة والمشاهدة. بالتالي الجهات المعنية أيضا لها الدور في تحجيم من ليس لديه محتوى هادف ممن يطلقون على أنفسهم الفاشينيستا أو اليوتيوبر، كما نشاهد اليوم بدأت بحملة تقييد الحسابات لبعض المشاهير من هذه الفئات. أحمد المشاهدين، بعد ما رجعنا من التقرير، طبعا تأثر المشاهدين والناس بسلوك المشاهير هذا أمر موجود عبر سنين طويلة. ممكن يتأثر بلاعب كرة قدم، ممكن بممثل، ممكن بمذيع، ممكن يعني طبيب، فيلسوف، عالم. يعني هذه أمور يعني جدا مهمة وموجودة، ممكن يقتدي بها وممكن أنه يحاول يصل إلى هذه الشخصية ويكون مثلها ويحدو حدوها. لكن المشكلة وين؟ المشكلة في الوقت الحالي أنه مشاهير هذا العصر يختلفون عن السابق بسبب وجود تطور التكنولوجيا، بسبب وجود الانترنت، الهواتف الذكية. هذه أمور ساعدت على يعني وصول مشاهيرهم ليس بصورة يعني مهمة وإلهم هدف وإلهم محتوى ممكن هو يطور من الشخص نفسه عندما يشاهد هذا المحتوى. طبعاً اللي نريد أن نوصله بحلقتنا لهذا اليوم، هناك محتوى مثل ما ذكرنا قبل قليل، هناك محتوى هادف ومحتوى غير هادف. لكن البعض يحاول أنه استغلال مواقع التواصل الاجتماعي بصورة كبيرة واعتبارها هي منصة مهمة للشهرة بغض النظر عن هذا الشخص هل هو يعني إلى تأثير أم لا. نلاحظ أنه هناك شخصيات كثيرة تحاول أنه أنشأت يعني قنوات على اليوتيوب، على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الشهرة، بهدف حصولها على أكبر عدد من التعليقات ومن المشاهدات، وبهذا يتحاول تحصل على أكبر عدد من المال بغض النظر أنه هذا كان مفيد أو غير مفيد. والمشكلة الأكبر أنه مشاهدين كثيرين يتابعون هذه الشخصيات وهذه الحالات بصورة جدا يعني مهووسة. نحاول أنه هذا الشخص ممكن أنه إلا يشاهد هذه الحالة أو يشوف أنه هذا المشهور وين راح، وين إجا، شنو لبس، شنو أكل، شنو وين طلع. هذه التفاصيل اليومية اللي هي ما راح تفيدنا بشيء، لكن هناك شخصيات وهناك فئة، وهي الفئة اللي مستهدفة من هذا كله هو فئة المراهقين وفئة الشباب اللي هم أكثر فئة تتأثر بهؤلاء المشاهير اللي هم ما لهم أي صلة بالشهرة. طبعاً السؤال اللي يطرح من كثيرين إنه مدى تأثر أو يعني متابعة هذه الشخصيات بصورة مستمرة وهذه المشاهير بصورة مستمرة، شنو تأثر ممكن على نفسية المتابع؟ تعالوا معنا لمعرفة الجواب وراجعين. بعد ما
احنا رجعنا من التقرير مشاهدينا الاكارم. طبعا تاثر الناس بسلوك المشاهير هذا الشيء موجود عبر سنين طويله. ممكن انه هذا الشخص يتاثر بلاعب كره قدم حتى يصير مثله، او بطبيب حتى يحذو حذوة، بممثل، بمذيع، بمشاهير، يعني هم لهم فائده ومنفعه يحاول انه هو يقتدي به بالتالي حتى يصل الى المرحله اللي واصلها او افضل. لكن مشاهير هذا العصر يختلفون عن السابق بسبب وجود مواقع التواصل الاجتماعي، وجود الهواتف الذكيه، وجود الانترنت اللي ساعد على انتشار هذه الشخصيات اللي ما لهم اي صله بالشهره وبالمحتوى الهادف. طبعا نحاول نوصل رساله انه كل المشاهدين واللي يتابعون هذه الشخصيات انه هنا يحاولون يرفعون من شأن هذه الشخصيات اللي ما لهم اي هدف، لان مثل ما ذكرنا قبل قليل هناك محتوى هادف وهناك محتوى غير هادف، لكن الاكثر والاعم هناك محتوى هو غير هادف، مجرد انه حاول ينشأ قناة على اليوتيوب او على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الحصول على متابعين والحصول على تعليقات، وبالتالي هدفهم هو الحصول على اكبر عدد من المال. هنا يحاولون يستغلون هؤلاء المشاهدين حتى يرفعون من صفحاتهم بالتالي بغض النظر عن المحتوى اللي هم نشره. هنا اللي نريد نوضحها انه المشاهدين والمتابعين يحاولون يتابعون هذه الشخصيات بهدف المعرفة والاطلاع على سفراتهم، طعامهم، يعني وين يروحون، وين يجون، شو يلبسون، شنو اللي ياكلوه. هنا نحب الفضول لبعض المتابعين والمشاهدين، لكن ما ننسى انه هذا ممكن يعود بالسلب وممكن يكون تاثيره سلبي على الشخصيه نفسها وعلى المجتمع. اذا جينا قلنا من اللي يتابع هذه الشخصيات ومن الفئه المستهدفه؟ طبعا الفئه المستهدفه من خلال هذا الموضوع هو فئه الشباب وايضا المراهقين اللي هم اكثر فئه تتاثر بهؤلاء المشاهير، وهم اصلا هم مشاهير، يعني هم ما لهم اي محتوى حتى احنا نقدر انه نصفهم بالمشاهير. السؤال هنا اللي يطرح من كثيرين والكثيرين انه ما هو الهدف، ما هي الدوافع النفسيه اللي تخلي الشخص انه هو يتابع حياه المشاهير، سواء كانت يعني حياه انه هي بها هدف او غير هدف. شوف التفاصيل، شوف الجواب وراجعينكم. صارت وسائل التواصل عامره بالكثير من الاسماء المشهوره على اختلافاتها بين المحتوى الجاد اللي يقدم محتوى علمي او معرفي، وبين الوجه الاخر هو اللي من المشاهير اللي يتفننون في ابراز المحتوى الفارغ. اكيد انه التكنولوجيا المتطوره اسهمت في سرعه نشر المحتوى سواء كان هذا هادف او غير هادف. كل الناس اصبحوا يملكون جهاز الهاتف المحمول اللي يوفر لهم امكانيه انشاء محتوى، سواء كان هذا المحتوى مصور او مكتوب، وبالتالي راح ينشره في فضاء واسع عبر مواقع التواصل حتى يشاهده الناس الآخرين خلال دقائق. أكيد الجمهور له دور مهم جدا في نشر المحتوى غير الهادف من خلال تداوله بسرعة ونشره بين الأصدقاء، وأيضا يدعمون أصحاب هذا المحتوى. كل يعني هدف الأفراد في الدخول إلى مواقع التواصل في معظم الأوقات هو ترفيه، في معظم الأوقات هو ترفيه عن أنفسهم. أما بعض الناس، يعني البعض الآخر، لا، يبحثون عن غير الترفيه، مثلا مواد علمية، دراسات متعلقة ببحث ما، يدخل إلى مواقع متخصصة أكثر من يعني في يعني أكثر حتى يقدمون إلى خدمات العلمية اللي هو يعني يحتاجها غير الترفيه. أكيد النفس البشرية هي طبيعتها هي الميل إلى البحث عن وسائل الترفيه اللي توفرها مواقع التواصل، مثل النكات، البعض يبحث عن مواد إباحية بالنسبة للكبار، أو موسيقى وألعاب للعمر المتوسط أو الأطفال. البعض يقول أنه ماكو هنالك محتوى تافه أو غير هادف بالمطلق. ليش؟ لأنه يقول أنه الناس يختلفون في تقييمهم للمحتوى. البعض مثلا يرى هذا محتوى غير مفيد أو تافه، البعض الآخر لا، يرى هذا المحتوى أنه محتوى مفيد ويتمنى تطبيقه في بعض الأحيان. إحنا لو نبحث عن الاحتياجات البشرية، خلينا نتطرق إلى علم النفس. هنالك صاحب نظرية الإنسانية هو إبراهيم ماسلو، ذكر الاحتياجات الأساسية للإنسان
وذكر هذه احتياجات أولها في أساسيات هذا الهرم، هرم الحاجات، هو الحاجات الفسيولوجية، وبالتالي تدرج إلى هذه صعوداً إلى أن وصل إلى الحاجات تقدير الذات في التميز والتفرد. بمعنى أنه وفق الدراسات اللي أجراها على زائري عيادته، يعني العالم إبراهيم ماسلو، أكد بأنه الإنسان يحتاج إلى إشباع رغباته أولا الفسيولوجية، ثم الحاجة إلى الأمن، مرورا بالرغبات الاجتماعية، وبالتالي حاجة إلى التقدير، ثم يمضي بالحاجات إلى أن يصل إلى حاجة إلى التميز والتفرد. إذن الحاجة إلى التقدير هو دافع يطمح إلى الإنسان حتى يشبع رغبته ويتمركز حول الأنا اللي تقترن حاجات تحقيق الذات، اقتران جدا عالي بالسعي وراء الشهرة. يعني اللي يبحثون عن الشهرة هو من يبحث عن تحقيق ذاته. هؤلاء الناس اللي يبحثون عن الشهرة في مواقع التواصل حتى يحققون ذاتهم عندهم نوعين من الشعبية. أولا الشعبية القائمة على التفضيل الاجتماعي أو المحبة والاحترام اللي يشوفها من خلال تمتعه هو نفسه بشخصية جذابة وكاريزما لطيفة، هذا هو يعني ينجذب للآخرون بسبب كاريزما اللي يتمتع بها. النوع الثاني من الشعبية، لا، اللي احنا هسه في صدد هذا موضوعنا، الشعبية متمحورة حول السمعة الاجتماعية اللي يسعى إلى الإنسان من خلالها حتى يحصل إعجاب الآخرين بصرف النظر عن كونه كان محبوب أو غير محبوب. هذا النوع من الناس أصبح أكثر انتشارا في العالم، هو الآخذ بالتزايد بصورة خطيرة. بالتالي أصبحت أهداف حياتنا اليوم تعكس رغباتنا في امتلاك المزيد من الممتلكات والحصول على مزيد من القوة والشعور بالمكانة والنفوذ، وكوننا مؤثرين وأصحاب سلطة بين مجتمعاتنا. طبعا هذا يتناقض تناقض يعني كلش كبير مع رغبتنا في تعزيز المجتمع وتنميته، ونتعاون مع بعضنا في تعزيز هذا المجتمع. أكيد الرغبة في الشهرة لدى هذا النوع الثاني تخفي، حسب علم النفس، تخفي وتكبت في داخله إحباط أو اضطراب نفسي غير مشخص. يعني ما حد مكتشف هذا الإحباط أو الاضطراب النفسي عند هذا الشخص اللي يبحث عن محتوى الهابط واللي هو يروج لبضاعته الهابطة لدى الآخرين. فالشهرة اللي هو يقدمها من خلال محتوى الهابط تنطيه وعد بالهروب من الواقع والهروب من العزلة اللي هو عايشه، سواء كان هذا الهروب حقيقي أو متخيل. بالتالي هاي الشهرة راح تمثل إله نفسيا درع محصن إله من الإحباط. أوكي، إذا هي تصرح له هاي الشهرة بأهميته، بأنه هو شخص جذاب وشخص ممكن بمحتواه الهابط حسب وجهة نظره أنه يهدئ الأصوات المنتقدة إليه، وبالتالي راح يحصل على تقدير الذات بالنسبة إلى يعني في داخل نفسه. إذا هو يتحرك هذا الإنسان بدافعين، الدافع الأول هو أنه يرضي الجمهور مقارنة بالمعروض من الذات، والثاني هو إرضاء الذات نفسها، أي بمعنى أدق أنه هو عن طريق مقارنة الإنسان بنفسه، يعني الذات الفعلية، راح يقارن الذات الفعلية مع الذات المرجوة اللي هو يتمناها من الآخرين. إذن الفيسبوك والمحتوى الهابط اللي يقدم من خلال مواقع التواصل قد يملك تأثير إيجابي لدى البعض أصحاب المحتوى الهابط في تقديرهم لذاتهم، بالتالي هذا التقدير للذات راح يحصله من خلال إعجاب الآخرين بهذا المحتوى وتداول هذا المحتوى. أحبتي المشاهدين، طبعا ما ننكر أنه هؤلاء المشاهير أصبحت لهم قاعدة جماهيرية كبيرة جدا، وهذه القاعدة هي على متابعة مستمرة بمقاطع الفيديو، بالحالات التي تنشر، بتفاصيل كثيرة، وأصبحوا من مجرد أنهم مشاهير إلى مؤثرين طبعا.
بعض من أصحاب المحتوى الهادف حاولوا يستغلون هذا التأثير بصورة إيجابية، يعني نلاحظ هناك محتوى يحتوي على تفاصيل مثل تعليم الخياطة، على التنمية البشرية، على أطباء ينشرون معلومات طبية عن فن الطبخ وفن يعني الأزياء وموضة وغيرها من التفاصيل اللي تكون هي مفيدة وتكون بها فائدة للشخص المتابع سواء المرأة أو الشاب وحتى الطفل، لأن هناك أيضاً بعض الدروس اللي تنشر بها فائدة للأطفال، وهناك أمور تعليمية. البعض حاول يستغل هذا التأثير أيضاً بنشر المعلومات وأيضاً بالأعمال الخيرية حتى يساعدون الآخرين وغيرها من الأمور. تفاصيل كثيرة وعديدة ممكن أنه إحنا نحاول نتابعها ومفيدة إلنا ولغيرنا، لكن بعض هناك حاولوا يستغلون هذا التأثير بصورة سلبية، سنتعرف عليها بعد قليل طبعا. لكن على المشاهد وعلى المتابع أنه يعلم وأنه يكون على ثقافة عالية ودراية وبوعي كامل أنه من الشخصية اللي ممكن أنه هو يتابعها، ممكن أنه هو يستفاد منها في المستقبل، ممكن أنه تعم بالفائدة عالية وعلى المجتمع وعلى عائلته أيضا. لأن ما ننسى أنه هناك مشاهدين يعني بالبيت موجود أنه هذا الهاتف الذكي هو موجود حتى بالطفل بإيد الطفل الصغير اللي هو عمره 4 سنوات 5 سنوات 3 سنوات، يعني هناك ممكن أنه يتنقل بالمواقع ويشاهد هذه المقاطع وأيضا المشاهير بصورة كبيرة. فيجب أن نعلم شنو اللي نشاهده وشنو اللي يفيدنا وشنو اللي يفيد المجتمع. أحبتي المشاهدين، طبعا يقابل المحتوى الهادف محتوى هو غير هادف. المحتوى هذا الغير هادف نلاحظ هناك شخصيات كثيرة وعديدة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي هدفها هو فقط الربح والمال، عبر نشوف محتواهم وإذا بحثنا بالمحتوى اللي ينشر ويعتبرون أنهم صناع محتوى وأصحاب محتوى، لكن لاحظ أن محتواهم هو غير هادف. محتواهم فقط هو التقليد على الآخرين بأصوات باللبس، نلاحظ هناك يعني مسابقات بالطعام والتبذير، يعني مشاهدات على أمور التسوق وغيرها من الأمور. هذه التفاصيل حظيت بمشاهدة ومتابعة عالية من قبل الجمهور، ومثل ما ذكرنا أنه هذه الفئة المستهدفة هي فئة المراهقين اللي هم يتأثرون بما يشاهدوا. نلاحظ أعداد المتابعين المشاهدين للمحتوى الغير هادف يعني كبيرة جدا، بالملايين تصل وبالآلاف، لكن أصحاب المحتوى اللي بهدف واللي معلومة واللي تكون معلومته ثقافية وممكن يتطور من الشخص، نلاحظ أنه المتابعين هم أعداد قليلة جدا، بسبب مثل ما ذكرنا أنه الفئة المستهدفة هي فئة الشباب. بالتالي أنه هؤلاء المشاهير لأصحاب محتوى غير هادف أصبحوا من أنه مشهور إلى مؤثر، إلى رغم سطحية اللي اشتهروا به أصبحوا أيضا قدوة للكثيرين والكثيرين. ممكن هذه أيضا سببت مشاكل لعوائل كثيرة بسبب أنه بعض الشخصيات حاولت أنه تسعى جاهدة حتى تصل إلى شهرة هذا الشخص أو هذه المشهورة أو هذه الفاشينيستا وغيرها من الأمور حتى يحصلون على أكثر عدد من المال، بالتالي على مشاهدات عالية وغيرها من الأمور. لأن مثل ما ذكرنا أنه المتابع عنده حب الاستطلاع وحب أنه يتابع الأحداث، بالتالي أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي هي أداة سهلة وسريعة للشهرة. في السابق كنا المشاهير شاهدهم على التلفاز يعني وتكون أعدادهم قليلة، بالتالي من نتأثر بهم إنه هدف لي. لكن الآن كل شخص أصبح إنه هو مشهور وبسبب مواقع التواصل الاجتماعي. السؤال اللي يطرح من الكثيرين إنه رغم سطحية ما اشتهروا به المشاهير ورغم محتواهم اللي هو غير هادف، وبمصطلح آخر إنه محتواهم فارغ حسب ما رأي الجمهور، لكن أصبحوا بشهرة عالية. هل الشهرة الآن هي أصبحت يعني هوس للكثيرين والكثيرين في هذا العصر أم ماذا؟ تعالوا معنا لمعرفة الجواب وراجعكم. للأسف أصبح مرض هوس الشهرة من الأمراض الخطيرة جدا في المجتمع. لا يقتصر سبب هذا المرض على بعد واحد، وإنما يحمل العديد من الأبعاد والأسباب، من الأبعاد النفسية والتي يحبون أن يظهرها على الأشخاص، وحب الظهور دون أي مادة أو محتوى علمي أو توعوي أو تثقيفي، وإنما يقتصر على فقط المواضيع الحساسة والتي تمس لربما أحيانا بالدين وأحيانا بمحتوى جنسي مخل بالآداب والذوق العام، وكذلك محتوى أيضا
حتى أصبحت هناك لا توجد أي حرمة للأموات ولا توجد خصوصية للبيوت والعوائل، كل هذا تحت مسمى صناع المحتوى، لكنهم لا يصنعون أي محتوى هادف وإنما محتوى هابط جدا يحتوي على كلمات بذيئة ومفردات نابية. وحتى هذه الشهرة هي شهرة مؤقتة لأنها غير مبنية على محتوى علمي ومحتوى طويل الأمد، وإنما شهرة وقتية جدا نلاحظ اختفاءها في أيام معدودة بمجرد صعودها ترند، أي المحتوى الأكثر انتشارا والأكثر تداولا من بين ما بين مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن للأسف أيضا هم لا يكفون عن بث ويعني نشر مثل هكذا محتويات، وإنما يقومون بنشر محتوى آخر أيضا هابط بنفس المستوى. صراحة الأسباب عديدة، مثل ما ذكرنا سبب مهم جدا هي منها غياب الرقابة القانونية من قبل الجهات المختصة، وكذلك غياب دور الأهل لما يشكلون من دور مهم جدا في المتابعة الأبوية على أبنائهم وعلى أخوتهم. ونعرف أنه هي الأسرة هي اللبنة الأساسية في المجتمع، لذلك دورهم جدا أساسي، ومن ثم الإعلام بتسليط الضوء على مثل هكذا ظواهر سلبية، وكذلك دور المدرسة. يجب الحد من هذه الظاهرة بتكاثف الجهود لكي نحصل على مجتمع خالي من كل هذه الظواهر المجتمعية الخطيرة جدا، مجتمع مستقر. وإن شاء الله يتم الحد من هذه الظواهر بمساعدة الجهات المختصة، وأشد على أيادي وزارة الداخلية في قرارها الأخير في إنشاء منصة إلكترونية للإبلاغ عن هكذا محتويات. وكذلك هذا القرار سرعان ما لاحظنا الاستجابة وإلقاء القبض على يعني تقريبا حوالي 5 أشخاص من هؤلاء الأشخاص الذين تم الإبلاغ عنهم، فخطوة مباركة إن شاء الله، ويا رب يعني تتكاثف الجهود ونحصل على ما نريد. أحبت المشاهدين أنه خطر وجود الفاشينيستا والمشاهير بصورة كبيرة وحضوهم بهذه القاعدة الجماهيرية الكبيرة جعلت من أصحاب المحال وشركات الإعلان أنه يستخدمون هؤلاء المشاهير للترويج عن بضاعتهم وعن منتجاتهم وغيرها من الأمور، بالتالي يلتجئون لهؤلاء المشاهير بسبب مشاهداتهم اللي تصل إلى ملايين. بهذه الحالة نلاحظ أنه هو هناك استغلال أيضا لهذا المشهور وبالتالي للمتابع، لأن هناك بعض البضاعة وبعض الأمور اللي تنشر هي غير صالحة أو تكون هي غير أصلية وغيرها من الأمور، ليش يلتجئون لهؤلاء؟ بالتالي أنه هم مثل ما ذكرنا من مشاهير أصبحوا إلى مؤثرين، وأصبح الجمهور يتأثر بكل ما يشاهده ويحاول أنه يقلد هذا المشهور بطريقة لبسه، بالمنتج اللي يستخدم، بتفاصيل كثيرة. بالتالي انه احنا عتبنا وين؟ عتب الاكبر هو على اصحاب المحال والشركات والتجار، انه بهذه الحالة يعني استخدامهم لهؤلاء بصورة انه مجرد هدفهم الربح، ايضا التاجر هدف الربح ويقول لك انا ما يهمني انه هو محتوى هادف او غير هادف، مهم اني اروج عن بضاعتي. بينما اصحاب المحال والتجار انه نلاحظهم هم ما يلتجئون الى اصحاب المحتوى الهادف لان يعتبرون انه متابعهم قليلين، بالتالي ما راح توصل البضاعه لاكبر عدد ممكن من المشاهدات، لان اصحاب الفئه او الفئه اللي مستهدفه من قبل اصحاب المحتوى الهادف هم فئه مثقفه وفئه لها علم ودرايه باللي تشاهده، بالتالي محتاجين هنا نكون على وعي كامل انه احنا ما نصدق كل اللي نشاهده من خلف هذه الشاشات، ما نقتدي باصحاب الشخصيات اللي هي ما لها اي هدف، بالتالي هي يجب ان نعلم انه هدفها الربح فقط، هدفها مو هي انه تنصحنا او تعلمنا انه هذا صالح او هذا غير صالح، او انه ما لهم اي علم، ما لهم اي دراسه، ما لهم اي فكره، بالتالي يجي يعطيك نصائح بالموضه، بالتعليم، بامور دينيه، بامور غيرها وغيرها، بمنتجات ينصحك بها وبكون اسعار خياليه. حتى ما نقع بهذا الخطأ يجب محاربة أصحاب المحتوى الغير هادف، فالسؤال هنا كيفية محاربة هؤلاء الأشخاص وشلون نحد من عندهم، بالتالي من المسؤول عنهم؟ شاهد هذا الجواب راجعني. نعم، هنالك محتويات هابطة ومحتويات خادشة للذوق العام ومحتويات بعيدة عن
الخطوط العريضة لذوق المجتمع بشكل كامل تقدم، لكنها تلقى رواجا وتلقى تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور. للأسف الشديد ربما هنالك دوافع كثيرة لدى المشاهد والمتلقي، وأيضا المتلقي هو حر في هذا الزمن، وهو يمتلك حرية الوصول من خلال برامج التواصل الاجتماعي وعبر الهواتف الذكية. لذلك نحن لا نلوم المتلقي ابتداء، لكن من يقدم هذه المواد الخادشة والبعيدة عن الذوق العام هو الذي يساءل على هذا الأمر. لذلك هؤلاء بدأوا يتمادون وبدأوا يذهبون إلى مديات أبعد في طرحهم، لأنهم لم يجدوا رادعا ولا محاسبة ولا قانونا يوقفهم عند حدهم، وبالتالي هؤلاء بدأوا يحولون عالم السوشيال ميديا إلى عالم من التفاهة. كل طرف يريد أو كل فرد يريد أن يصبح مشهورا فهو يغرد خارج السرب أو ينشر أشياء دخيلة على المجتمع العراقي. لذلك ومن واجبنا الأخلاقي والإنساني ومن منطلق الحماية حرية التعبير وحماية الحقوق للناس والحرية الشخصية، نحن دعونا إلى أن يضبط إيقاع السلوكيات المجتمعية، لأن ما يجري الآن هو يهدد البنية المجتمعية للأسر العراقية جميعا. لذلك أطلقنا حملة أسميناها حملة تصحيح. هذه الحملة التي أطلقناها هي لتحفيز الناس ولتنبيههم من أجل أن يتعاملوا بحذر مع ما يجري، وأن يتحملوا المسؤولية لجهة انتقاد هذه الحالات، مقاطعة هذه الحالات، الابتعاد عن هذه الحالات، نصيحة من يقوم بهذه الحالات الشاذة والخادشة للذوق العام، وأيضا تقديم شكاوى إلى الجهات المعنية ومنها وزارة الداخلية على سبيل المثال التي وفرت منصة إلكترونية لتقديم شكوى ضدهم. وبالتالي نحن وجهنا الرأي العام وقمنا بتسخينه لهذه المهمة. نجحنا بحمد الله بالحصول على تفاعل كبير من قبل الجمهور مع حملتنا، وأيضا بحسب ما وصلنا أن هنالك أكثر من 3000 دعوة ضد أصحاب المحتوى الهابط والخادش، وهذا نعتبره إنجاز ونجاح للحملة التي قمنا بها نحن مجموعة من الناس الذين نشترك نحو رأي موحد ونحو محذور يهدد كيان المجتمع العراقي. مع ذلك أيضا نحن مع حرية التعبير، مع حقوق الإنسان، ضد تكميم الأفواه، ضد مصادرة الحريات والحرية الشخصية، لكن نتحدث هنا عن الحدود العامة لهذا المجتمع كما معمول بكل بلدان العالم وتلك التي تتمتع بحرية وديمقراطية كبيرة وبحريات أكبر. ربما محاربة أصحاب المحتوى الغير هادف والذي أصبح ينتشر كالنار في الهشيم في السوشيال ميديا وتتفاعل معه مختلف الشرائح في المجتمع العراقي هي الآن مناطة بمسؤولية الجهات ذات العلاقة. نتحدث أولا عن الجهات المسؤولة عن الإعلام، ممن يمتهنون الإعلام ويبثون المحتويات الخادشة والهابطة، ونقابة الفنانين التي ربما عليها أن تحاسب من يدعي أنه فنان ويخدش الذوق العام، وهيئة الإعلام والاتصالات المسؤولة عن محاسبة المؤسسات الإعلامية التي ربما تشغل بعض النماذج التي تسيء للإعلام وتسيء للمهنة وتسيء للمجتمع، وأيضا الجهات التنفيذية كوزارة الداخلية والادعاء العام القضاء العراقي. هذه الجهات المسؤولة بشكل مباشر عن الحد من المحتويات الهابطة والخادشة. إذا ما تكاتفت هذه الجهات التي ذكرناها وشكلت خلية مشتركة لمتابعة أصحاب المحتويات الهابطة والتي تخدش الذوق العام، ربما سيتمكنون من ضبط إيقاع ما يتم نشره، وأيضا كبح جماح يعني هذه الفوضى في السوشيال ميديا والتي لا تنسجم والقيم العامة والذوق العام للمجتمع العراقي، وتحولت إلى وجهة نظر، وتحولت إلى طريق للشهرة، وتحولت إلى طريق لكسب المال عبر السوشيال ميديا. بالتالي نذكر بأن الدول الديمقراطية الغربية بأمريكا بكل الدول التي لديها انفتاح كبير ولا تنطلق من أيديولوجيات لا عصبية ولا دينية ولا كذا، هذه الدول لديها خطوط عريضة، من يعبرها يتعرض لمسائل. الأمر لا يتعلق الآن بأيديولوجية وبعصبية وبتكميم أفواه ومن منطلق ديني أو منطلق تعصبي أو عنصري، لا أبدا.
الدول التي تضبط إيقاع الخطاب العام الذوق العام هي من أجل الحفاظ على البنية العامة للمجتمع، وبالتالي حتى كل إنسان يأخذ دوره في هذا المجتمع، حتى كل إنسان لا يغبن حقه، وهكذا تعمل كل الدول. الذي نتمنى أن تتحرك هذه الجهات، وزارة الداخلية تحركت بمنصة، والمؤسسات المعنية أن تتحرك لكي ربما تتجنب أو تحاسب، لا عفوا تحاسب من يسيء للمهن، يسيء للمجتمع، يسيء للأفراد. نتمنى على هذه الجهات أن تتحرك سريعا وأن تستجيب لهذا الرفض الشعبي الكبير لهذه السلوكيات. أحبتي المشاهدين، أثناء أعدادنا للحلقة والبحث بهذا الموضوع بصورة عميقة، وجدنا أنه اللي حول وساعد على شهرة هؤلاء المشاهير هم المتابعين نفسهم بتعليقاتهم، بمشاركة المحتوى، بأمور ثانية هي اللي ساعدت على انتشارهم بهذه الصورة الكبيرة. بالتالي أصبح أنه هؤلاء المشاهير يتمادون بأفعالهم وبتصرفاتهم. هناك أصبحت يلقون ألفاظ سيئة جدا، يعني غير لائقة بالمجتمع وأيضا بالمتابعين، بالتالي أصبحت تتداول بصورة طبيعية جدا. ما ننسى أنه هذا المقطع أو هذا ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي كل الفئات الشاهدة، مثل ما ذكرنا قبل قليل حتى الأطفال، يعني علينا أنه كعائلة وبيت أنه ننتبه عن المحتوى اللي ينشر واللي يشاهده أطفالنا وعائلتنا بناتنا، بالتالي لأن هناك محتويات ومقاطع فيديو تنشر هي كلفظ هي تلوث يعني سمع المشاهد والمتابع، وبالتالي كمقاطع فيديو واحتواها على مشاهد غير لائقة للمجتمع وأيضا للمتابع. بالتالي أيضا بعض المشاهير حاولت تتمادى أكثر وأكثر، مثل ما شاهدنا قبل أيام أنه انتشار مقاطع فيديو لبعض المشاهير بقيامهم بجلسات للتصوير بالمقابر، لا احترام للمكان ولا احترام للأموات. هذا شنو سببه؟ أنه عدم محاربة السلوكيات الخاطئة. إحنا علينا مسؤولية مهمة جدا، نشاهد ماكو ردة فعل قوية، ردة فعل مجتمعية تجاه هؤلاء المشاهير، بالتالي أصبحوا يتمادون إلى بصورة طبيعية ووصلوا إلى هذه الحالة. بالتالي علينا أن نكون إيد واحدة، تكون هناك حملات للقضاء على هؤلاء المشاهير بمقاطعة صفحاتهم، متابعتهم، يعني أمور كثيرة، تكون هناك ردة فعل قوية، بالتالي حتى نحد من هذه الظاهرة، لأن هذه ممكن تأثر على المجتمع، لأن هذه تعكس صورتنا أمام المجتمع العربي الخليجي العالم بأكمله، لأن الكل يعني مثل ما ذكرنا أنه هذا الانترنت أصبح هو بمتناول أيدي الكل وبالعالم كله ممكن يشاهد هذا المقطع الفيديو اللي ينشر. بالتالي علينا المحاربة ومهاجمة هؤلاء الشخصيات بمقاطعتهم، وبالتالي الحد من هذا السلوك اللي ممكن يأثر علينا. أحبتي المشاهدين، طبعا للمواطن كان رأي بحلقتنا لهذا اليوم، تعالوا نشوف شنو اللي يعلقوه على موضوع المحتوى الهادف والغير هادف، شنو برأيهم الحل حتى نحد من هذه الظاهرة. شوف الاستطلاع راجعينكم. والله المحتوى مع الأسف الغير هادف جاي ينتشر، وهذا مضر للمجتمع وأخلاق المجتمع، ونتمنى أن المحتويات الهادفة تنتشر أكثر من هذا، وما نشجع عليها بالنشر بالمشاهدة واللايك والغيره، نحاول نقلل منها وما نشاهدها، ونظهر المحتويات اللي تفيد المجتمع، مثل نصائح الدكاترة، نصائح العلماء، نصائح الناس، المحتوى هادف يعني بحيث يفيد المجتمع. يعني هذا صوت الأهل، رقابة ماكو، الأهل ما جاي يراقبون، يعني هواي أجيال تدمرت هواي، أهل ماكو ما يراقبون، رقابة ماكو، ويعني جاي يصير فد انتشار فظيع بالسوشيال ميديا. يشوف يعني أشياء اللي ما صايرة، يعني وهذا الجيل لازم يكون واعي، مثقف، مهذب، يعني عاقل، يعني ما نتوقع يعني هيك يصير، يعني البلد جاي يروح إلى هاوية ورقابة ماكو، زين شلون هيك جاي يصير ورقابة ماكو؟ زين الأهل وين؟ الأب وين؟ أنت الأم وين؟ راقبوا جهالكم، راقبوا أولادكم،
شوفوا أولادكم جاي يتصرفون، يعني هذا كله غلط. هذا الأساس إذا انبنى هو غلط بعد انتهى، أكيد جاي يتأثرون أكيد. يعني الشباب يعني جاي يشوف على السوشيال ميديا، شوف ايش يسوي بالبيت، يعني صارت أشياء اللي ما صايرة، أكيد جاي يصير، يعني جاي يصير أكيد الملابس، يعني أشياء يعني شي يسوي بالسوشيال ميديا يعني جاي يطبق بالبيت، من يعني من شباب، من بنات، من جهال، من كل شيء يعني. وهذا أكبر غلط، وهذا اللي يعني الجيل مالتنا لازم يكون واعي، يكون مثقف. والله سبب إنه شرطة آداب ماكو، كذلك أكو ناس سذج قاعد يعني ينزلون محتويات كلها فاشلة ويتكلمون بالمقابر، يعني أكو هواي ناس يعني عندهم قلة يعني ثقافة واحترام، فما يعني والناس اللي قاعد يشاهدهم هم اللي قاعد يساعدوهم كذلك، ايه فهاي الاسباب. يعني والله احنا لازم ناس مثقفين يكونون بالواجهيه بالاعلانات بالامور، ايه وهاي يعني لازم شرطه آداب هم يشوفوا طريقه يعني على الاعلام انه شنو هذول ياهل يجي دي يكون بالضبط، اي قاعد يطلع بالواجهيه، زين شنو انت منين جيت، داخل اعلام صحافه لو تيجي جيت قبل، اي يعني هاي الوضع. طبعا المحتوى حاليا محتوى الفاشينيستا، المحتوى اللي يسووه الفاشينيستا وغيرهم يعني محتوى كل السلبي، كلش يعني مو ايجابي، شيء كل السلبي. فقبل كان اكو محتوى يعني مثلا كره قدم، الطبيب، المهندس، من نشوف شغلات يعني طموحنا ان احنا اصير لاعب كره قدم، من اشوف محتوى حلو، من اشوف دكتور ينطي نصائح احب انه اصير دكتور، او اشوف عمارات ناطحه سحاب اصير انه احب اكون نواني مهندس، تمام. فهسه حاليا الشهره دي استخدمها بشغلات سلبيه. طبعا ما اقصد يعني انه بس بالعراق، ترى بكل العالم، كل العالم بشغلات سلبيه. طبعا فاشينيستا ولا ما تقدر تحكي على الفاشينيستا، تعرفين يعني خاف نور ما بي احيل. المهم فالفاشينيستا يعني اصور بالمقبره هالشيء يعني تقليد، يعني مو مشي يا ابني. طبعا حرمه للاموات، يعني حرمه يعني اصحاب الناس الاموات، يعني صعبه شويه. فمحتوى غير. ثاني شيء طبعا اكثر شيء يعني مزعج اصحاب المحلات دي يستغلون هذا الشيء، دي يجيبون هاي المظاهر تعبانه المشاهير السلبيين محتواهم الفاشل. انا اقول لك خلنا نقول ايش في الشغله، طلع على فد مقطع سلبي تمام، مثلا مرغى النفس بطين، ذول اللي يسبحون بطين وصاخه، ايش راح يكون بهاي الحاله؟ سلبي. ايجابي هو ما مهتم، مهتم شنو؟ بس يريد انه يصعد، انه الناس تعرفه يطش. فبهاي الشغلات تطش، مع الاسف انه هذا بهاي الشغلات تافد نصعد العالم. احبتي المشاهدين، قبل ما نختم حلقتنا لهذا اليوم يجب نركز على بعض النقاط. اولا يجب ان اعلم لماذا استخدم مواقع التواصل الاجتماعي، ما الهدف من ذلك وشنو اللي اريد احققه. ثانيا يجب ان نستخدم مواقع التواصل الاجتماعي بنشر ما ينفع الناس، بالتالي نشر العلم، نشر الوعي بامور هي تخدم القيم الانسانيه والقيم المجتمعيه والدينيه. ثالثا يجب مقاطعه وخفض المتابعه لاصحاب المحتوى الغير لائق، ويجب ان تكون متابعتنا دقيقه جدا وننتقي المحتوى الهادف واللي ممكن يعود بالنفع لنا. وأخيرا يجب أن يكون هناك وعي ونشر التوعية الكبيرة لأصحاب الأجيال الجديدة، لأنهم الشريحة الأكبر من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حتى لا نقع في الخطأ وحتى لا نفسح المجال لهؤلاء المشاهير أن يكونون بهذه الصورة الكبيرة. أحبتي المشاهدين، إلى هنا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، ألتقيكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة من برنامج ليش لا. إلى اللقاء.